القوات الحكومية أيضاً قتلت الشاب أمير علي رحيم الزبيدي الذي قضى إثر إصابة بطلق ناري من أحد أفراد الأجهزة الأمنية المسؤولة عن الأمن في منطقة الزعفرانية. هي التي توضح يعني ما حدث للشاب القتيل أمير الزبيدي قبل أن يقتل طبعاً حينما كانت إصابته خطيرة جداً ومن ثم قتل بعدها لتقوم عشيرته لاحقاً بتشييعه. ما حدث في التشييع أن العائلة خرجت أو العشيرة خرجت وذو المفقود من أجل تشييعه، وأثناء التشييع هاجموا مقر الفوج الذي قالوا إن القوة التي قتلته تنتمي إلى هذا المقر. دعونا نتابع ومن ثم لنا عودة. لا إله إلا الله، 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 هاي الفوج، هاي الفوج مال الزعفرانية، هاي زبيد.